راح إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإصابة بالالتهابات. طبعا نعرض أو نطرح سؤال بسيط جدا عن هذا الموضوع: من المعرض الأكثر للإصابة بالالتهابات ولماذا؟ طبعا قد يستغرب البعض عندما يدرك أن الفتيات الصغيرات معرضات للإصابة بالالتهابات أكثر من النساء الكبيرات والمتزوجات، وذلك لأن مهبل النساء أو البالغات يحتوي على حمض يحوي من الجراثيم، يعني يحمي من الجراثيم. النساء الكبيرات يفرز المهبل أفرازات وأحماض تحمي من الجراثيم ويدافع عن المهبل. أما الطفلة أو الفتاة الصغيرات فهي معرضة، كون يعني هذه الإفرازات أو السوائل لم تخرج بعد، يعني ما بعد ينشأ هذا الإفراز في هذه المنطقة، لأنه ما بعد توصل لسن البلوغ يمكن. لذلك نرى مهبل الطفلة لونه زهري اللون ورقيقا، وعادة يعني يتغير لون المهبل في الفترة القادمة بسبب إفرازات المهبل التي تحمي هذه المنطقة بسبب وجود المضادات الحيوية والأحماض الحيوية التي تضبط الأحماض أو نسبة البي اتش الحمض في هذه المنطقة، بسبب ممكن تسبب تكاثر في البكتيريا، ممكن تسبب انخفاض في درجة البكتيريا والمخلوقات الدقيقة. وكلما وجد بكتيريا أو مخلوقات أكثر سبب تسبب هذه المخلوقات عدة أمراض في المنطقة. واتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس. في الفترة القادمة ان شاء الله راح نتكلم عن عملية العلاج في هذا الموضوع التي تختص هذه من هذه الناحية بالتفصيل. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليمي، نشوفكم في درس قادم.